معركة طريفة وكوميدية من اللي بنشوفها على منصات التواصل الاجتماعي الأيام دي بين النجم العالمي فاندام والنجم المصري نجمنا محمد هنيدي. إيه الحكاية بقى وإيه التفاصيل؟ القصة ببساطة بدأت لما انتشرت صورة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي جمعت ثلاثي الأكشن الرهيب في سينما هوليوود، طبعا البلجيكي فاندام، الصيني جاكي شان، والهندي شاروخان. طبعا ثلاثي خض الصورة تم وصفها اللي جمعت بيه هذا الثلاثي بأنها صورة بتشع فخامة. فورا وكعادته راح النجم محمد هنيدي، وهنيدي بالمناسبة يعني أكتف جدا على السوشيال ميديا، رد بكل قوة ونشر صورة جمعته بنجوم الأكشن برضه والكوميديا في مصر، نجمنا الجميل كريم عبد العزيز وأحمد السقا ورحمة الله عليه ولي الدين، وكتب عليها صورة تشع أكثر. من الواضح كده إنه رد هنيدي استفز يعني يبدو فان دام اللي رد عليه بشكل يعني كوميدي أو ساخر، قال له استعد للتحدي القتالي، وتقريبا كتب له بعدها أليس كذلك يا سيد شرقاوي، اللي هو يعني تقريبا سيد شرقاوي دي شخصيته في فيلم، أو محي الشرقاوي في شخصية فول الصين العظيم، اللي برضه كان قدمها هنيدي ونشوف يمكن صور منها دلوقتي على الشاشة، واحدة من الشخصيات الجميلة الحقيقة اللي عملها هنيدي. بعد كده نشر صورة ليه من فيلم فول الصين العظيم وهو بالعضلات ليه مواجهة إحدى العصابات اللي بنشوفها على الشاشة دي، وجنبه لقطة للفنان فان دام وكتب عليها فان دام يقبل تحدي هنيدي في مباراة تحت سفح الهرم. هنيدي كتب على الصورة ما زلت عند كلمتي مباراة بدون قوانين، وكان عنده هنيدي شرط واحد بيقول إن إيدين الاتنين تكون مربوطة في المعركة يعني، وبيقولوا لو العركة ابتدت هتزعل. احنا طول الوقت بنشوف يعني تفاعل النجم الجميل الكوميدي محمد هنيدي على منصات التواصل الاجتماعي، دايما بيكون حريص انه يعلق على اي موقف بطريقته الساخره الكوميديه اللي بالمناسبه بجد بتجذب ملايين المتابعين ليه، وسواء بقى حتى انه يرد يخش يدخل بسخريه يرد على ناس تعليقاته ظريفه جدا حتى عنده على فيسبوك، زي مثلا لما كتب بوست على فيسبوك وقال انا بعتذر التمثيل وهلجأ للغنى الشعبي، وشفنا يعني على طول تعليقات يعني من محبيه ساخره جدا، تعليقات حتى على منشور هنيدي كمان، حتى لو متابعين او حتى كمان جمهور او بالمناسبه زملاء فنانين. طيب رجع هنيدي علق على منشوره، نرجع تاني لموضوع فان دام، وقال ادخلوا قولوا لفان دام ان المصري معروف بجبروته وبقوته، ممكن الجمله دي الاشهر برضو في الفيلم، ويعني بدا ينشر ناس كتير جدا من المنشورات الساخره على الموضوع ده، يعني منها صوره طه، شخصيه طه في فيلم وش اجرام برضو من الشخصيات الحلوه اللي عملها، وكتب لو العركه ابتدت هتزعل. طيب يعني احنا من هنا برضو بناكد يا فان دام انت مش قد هنيدي. طيب خلينا نشوف الموضوع ممكن يوصل لايه بعد كده. دي كانت فقره بسيطه عن السوشيال ميديا ومعاركها اللطيفه، طبعا السوشيال ميديا مليئه بالمعارك والتفاصيل، لكن دي تبدو يعني من المعارك اللطيفه. دي كانت متابعه لمناوشات هنيدي على السوشيال ميديا، نجمنا المحبوب حبيب الكل. شكرا لمتابعه حضراتكم، منتظرونا في المزيد من تلفزيون اليوم. السابق للقاء.